السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المشروع اللي هنشتغله مع بعض النهاردة حاجة كده سهلة خالص، تقدري تعمليه مشروع اصلا وتتكسبي منه بدون ادنى مجهود وبتكلفة بسيطة جدا. تمام؟ طبعا واضح جدا ان هنعمل توكة من الشكل ده، فكل اللي محتاجين له محتاجين خيط. اي خيط عندك هتشتغلي بخيط قطيفة اوكي براحتك، مش شرط تشتغلي بهيمالايا، انا بشتغل بهيمالايا عشان هو المتاح عندي. بلاش هيمالايا عشان غالي، اشتغلي بأي خيط قطيفة استوكات. البقرة في بقرة الاستوكات بتتراوح في الجروبات ما بين 15 ل 17 جنيه البقرة، والبقرة تعمل لك توك كتير. تمام؟ فانت مش شرط تشتغلي بهيمالايا، لا هاتي خيط استوكات عادي خالص قطيفة استوكات، عشان الناس اللي بتتلخبط. استوكات قطيفة مش بافي، يعني قطيفة اللي هي المفرودة مش بافي. تقدري تشتغلي بخيط اللي هو الصوف العادي او القطن، تقدري تشتغلي باي خيط عندك. لو عندك بواقي تقدري برضو تشتغلي بنفس الطريقه اللي هنقولها، بس تشتغلي بخيط اي خيط متاح عندك، بس القطيفه شكلها بيبقى اقيم عشان لما تيجي تعرضيها للبيع القطيفه شكلها بيبقى اقيم. تمام؟ وهنحتاج معاها ايه تاني؟ هنحتاج معاها توك استك. الكيسه دي انا جايباها مكتوب عليها السعر اهو ب 3 جنيه ونص، انا شاريها من عندي من هنا من الزقازيق من محل فيها توك كتير جدا انا ما عديتهمش. ماشي؟ دي حجم الاستيك اهو وهو مفتوح صغنن، ده اللي الصغير ده بيبقى شكله حلو قوي. تقدري بقى تجيبي بقى طبعا الاساتيك دي معروفه يا جماعه وبتتباع. ممكن تعملي استيك عادي من عندك اللي هو المبطط باي لون وتتخيطيه، بس انا شايفه ان دي احلى وامتن، احلى من الخيط المبطط الاستيك المبطط ب100 مره. هتجيبي الكيسه فيه من دي اللي هي الاكبر، انت بقى براحتك حسب الحجم اللي هتعمليه. فكل اللي محتاجين له خيط قطيفه، توك، ممكن تعملي اعاده تدوير لتوك بناتك في البيت، مقص وابره مناسبه للخيط، بس انت مش هتشتغلي بالابره للخيط مقترح، انت هتشتغلي بابره اصغر علشان انت محتاجه الغرز تبقى مشدوده. ماشي؟ هنطلع الخيط ونبتدي بسم الله. ادي بدايه الخيط معاكي، وهتجيبي توكة. على فكرة التوكة دي شكلها فوشيا طالعة في التصوير اورنج. وتعملي ايه؟ هي سهلة خالص ومشروع مفيش اسهل ولا اتفه منه يا بنات. تقدري تعمليها، هخلصها واقول لكم تبيعيها بكام بعد ما نخلص، بعد ما نخلصها يعني. اهو تاخدي الخيط معاكي كده، وادي التوكة، تشتغلي على التوكة كده الخيط ده، هتشتغلي عليه وتعملي غرز حشو غير معدودة، يعني براحتك كده اشتغلي على الاستك كده غرزة حشو على الاستك كله. خدي بالك الحتة اللي بتشتغلي حتة الخيط ده اشتغلي عليها لغاية ما تخلص. اهو غرز حشو يا بنات على الاستك. خلي بالكوا احنا لما نيجي نشد الاستك كده، ماشي اهو، تشدي كده علشان توسعي، ودي تضيق عشان لما تيجي البنوته تلبسها اللي الاستك ما يبانش من تحتها. انت تشتغلي كده وتملي تملي الاستك. بصوا الاستك وسع ازاي، يعني هو كان، بصوا كان صغير كده، بصوا بقى قد ايه. انت لما بتشتغلي عليه بيوسع معاكي. نشتغل غرز حشو عليه كتير كده. انا اشتغلت خلاص على الفتلة دي عشان ما تخيلكيش، نقصها نقص ونكمل غرز حشو عادي خالص عليها. انا شغالة عشان لا تسألني، انا شغالة بخيط القطيفة ده وشغالة بإبرة مقاس 3. ماشي؟ غرز حشو عليها اهو، شدي برضو كده علشان لما تشدي، بصي لما بتشدي كده بتبين. لا انا مش عايزه كده اهي، وتكملي على الحته دي غرز حشو عادي خالص. ماشي؟ يعني كل لما تملى معاكي وسعي لنفسك، وسعيها علشان خاطر عايزين لما الغرز لما التوكه تيجي تلبسيها او تيجي البنوته تلبسها ما يبانش الاستك من تحت، وتبقى سخية كده ومليانة وقيمة،
مش تبقى ايه توكة كده والسلام، لا تبقى توكة قيمة. تمام، انا هكمل على الاستك كله غرز حشو وارجع لكم بعد ما اخلص. انا عملت اهي زي ما قلت لكم، عملت عليها كلها اهي، شايفين شكلها عامل ازاي. انت ممكن اصلا تقفليها كده اهي. بصوا الاول احنا خلاص خلصنا هنا، هنيجي في اول غرزة انا عملتها اهي وهعمل منزلقة. انت ممكن تقصي الخيط وتسيبيها كده بس زي ده، ما ترحم انا ايه قصيت الحتة اللي انا قصيتها، بس ممكن تسيبيها كده سيمبل وبسيطة ورقيقة خالص اهي. ماشي، انا مش هسيبها كده، انا هعمل ايه، هعمل سلسلة وهدخل اعمل في نفس الفراغ ده ايه نص عمود. ماشي، اخد لفة على الابرة وادخل اعمل في الفراغ نص عمود، وفي نفس الفراغ برضو هعمل فيه تاني نص عمود. همشي كده في كل فراغ او في كل غرزة هتقابلني هعمل فيها اتنين نص عمود، وممكن تعملي تلاتة براحتك. ماشي، الغرز دي هي اللي بتخليها ايه تورور. تورور دي يعني ايه؟ اللي هي تبقى عاملة مموجة. تمام، انا عملت كده اتنين نص عمود اهو، اللي هتقابلني بعدها اهي، بصوا استنى معاكم اهي، بصوا اللي هتقابلني بعدها اهي، شايفين الغرز اهي تبقى باينه من فوق. اللي بتتلخبط بقى في القطيفه اشتغلي بايديكي كده حسسي، عشان القطيفه ساعات بيبقى رخم مثلا هتشتغلي باسود ولا حاجه. فاللي بعديها دي هدخل واعمل اتنين نص عمود، ادي واحد. عايزه تزودي الورورة فيها اعمليها تلاتة نص عمود في نفس الغرزه، ادي كده اتنين في كل غرزه هتقابلنا، هيبقى ايه اتنين نصف عمود. ماشي، اللي بعديها ادي واحدة، وادي كمان واحدة نص عمود. هنخلصها كلها بقى ونوصل لهنا ونرجع ان شاء الله مع بعض. انا رجعت لكم هنا يا بنات، هو انا في نصها، شايفين بقى دي الورورة اللي انا اقصدها. بصوا ابتدت تظهر وتبقى جميلة وخفيفة ازاي. انا دي الورورة دي انا عاملاها باتنين نص عمود في الغرزة. ماشي، الغرزة الواحدة بعمل فيها غرزتين نصف عمود. ماشي، دي الورورة دي ممكن تعمليها تبقى مرورة اكتر لو عملتي، انت لو عاملة بصوف اعملي في الواحدة تلاتة، لو انت هتعملي بخيط صوف او بخيط قطن اعملي في الغرزة تلاتة، لان ده اصلا عشان سميك. فانت لو بتعملي بقطن او بصوف اعملي تلاتة نص عمود في الغرزة. نخلصها بقى ان شاء الله ونرجع تاني. هنا يا بنات خلاص انا عملت زي ما قلنا في كل غرزة قبلتنا نص عمود، وهاجي في اول واحدة هنا وهقفل بمنزلقة. تمام، وبس كده، وهنضف الخيط. طيب انتي طالعة يا اميرة مخصوص عشان تشرحي لنا عبايل التوكة دي؟ لا، علشان هننضفها بقى كويس قوي. انتي بقى نضفي بإبرة التنظيف، انا ايه بنضف بإبرة الكروشيه كده استعجال يعني. طيب انا دلوقتي انتي طالعة بقى زي ما بقولك، انتي طالعة تقولي طالعة يا اميرة عشان تعملي لنا توكة، ده انتي هايفة قوي. لا، مش طالعة عشان اعمل لكم توكة بس، طالعة عشان اقول لكم ان ده مشروع من غير راس مال، مشروع بدون راس مال. طب ازاي؟ تعالوا بقى ايه نحسبها مع بعض. ادي التوكة بعد ما خلصت، وادي شكلها. ماشي، ظريفة جدا وحلوة جدا، وتحسيها سخية كده ونظيفة في ايديك. ماشي، طيب التوكة دي خدت كام جرام خيط؟ ادي الميزان، وادي التوكة بتاعتنا اخدت 8 جرام. طيب التوكة اصلا فاضية ملهاش وزن، اهي انا وزنتها قبل ما اشتغل، ملهاش وزن، خفيفة عديمة الوزن. ماشي، يعني هي موجودة اهي على الميزان، وادي التوكة تاني، ادي هما التمانية. طيب عشان ما بقاش برغي كتير، 8 جرام يعني معنى ذلك ان البقرة المية جرام هتعمل كام توكة؟ هتعمل تقريبا 12 توكة من دي، 12 توكة. طيب انا بشتري التوكة الاستك اللي هي فيها القطيفة اللي هي القماش اللي متخيطة العادية جدا اللي شكلها مش حلو ابدا زي دي، ماشي، بشتريها بسبعة ونص التوكة. انت لو هتعملي التوكة دي
وهتبيعيها اضعف الايمان يوم ما تكوني ما فيش خالص، بيعيها ب6 جنيه. ماشي. طبعا انا بتكلم هناك اللي متخيطه، اللي ما القماش اللي مش حلو اصلا وشعبي، وبتبقى في اللبس بصراحه شكلها مش ظريف، مش زي دي، شكلها رقيق جدا في اللبس، رقيقه جدا، بلبسها البنت رقيقه جدا. تمام. طيب كل اللي هي تكلفته، انا عديت على فكره كيس اللي هو ب3.5 ده طلع فيه 40 استك، 40 استك من دول. ماشي. طيب يعني كل اللي انا محتاجاه له في دي، دي عندي كل تكلفتها كلها على بعضها. احنا طبعا قلنا هنشتري اللي هي الخيط القطيفه الاستوكات، القطيفه البكره قلنا من 15 ل 17 جنيه، قولي يا ستي 20 جنيه مع البحبح. ماشي. 20 جنيه، ودي ب3.5 سعرها عليها اهو. ماشي. يبقى دي 23.5، نقول 25. دي كلها على بعضها بالظبط بالظبط ما خدتش 7 دقايق شغل. التوكه دي ما خدتش مني 7 دقايق شغل، يعني انت هتخلصي البكره كلها وانت قاعده في نص ساعه. ماشي. فكده دي 8 جرام، البكره كلها هتعمل لها حوالي 12 توكه. 12 توكه في 6 جنيه بكام؟ استنى عشان ابقى دقيقه. ب72 جنيه. تمام. 72 جنيه، ده لو بعتيها ب6 جنيه مش ب7.5. 72 جنيه، و 72 جنيه، هنشيل منهم ال 25 جنيه اللي في الاول اللي هم التكلفة، يعني انت عندك 50 جنيه مكسب لو قعدتي اشتغلتي وعملتي التوك دي، ما فيهاش شغل وما فيهاش مع يعني ولا غرز ولا بطرون ولا مش عارفة ايه ولا مشدة ايد ولا وجع، بالعكس ده اسهل مما يكون وما بتوجعش الايد، وسهلة جدا في بيعها، لان كل الناس عندهم بنات وبتشتري لهم توك وما فيش اكتر من شراء التوك. انا بشتري الاستك، التوكتين استك وحشين جدا وبيبوظوا في ساعتها، والاتنين مع بعض في ورقة كده وبيبقوا ب10 جنيه وب7.5 وب12.5. انا شارية توكتين والله والله بنتي اول ما جت بيهم البيت كسرتها، والاتنين مع بعض ب10 جنيه. فانا بقول لكم ده اللي هو مشروع حلو جدا، حاجة قيمة، حاجة بتعيش وحاجة شكلها نظيف، وطبعا انت هتلوني وتعملي الوان حلوة، تعملي بجنجا براحتك، تعملي بسادة براحتك. المقصود ان هو مشروع بدون راس مال، راس مالك في المشروع ده كله على بعضه 25 جنيه. تمام. اتمنى ان الموضوع كله يبقى بسيط وخفيف على قلوبكم، واشوفكم على خير. ما تنسوش الكومنت الحلو اللي بيفرحني، وكلمة هطلبها منكم اول مرة اطلبها، اللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.